صراحة لحظة مهمة صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. معاكم أخوكم ركاب وقناتكم جيمز هنتر، واليوم جاكم حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة روم، لعبة روم من لعبة وورد اوف وار كرافت. طبعا اليوم لحظة خاصة، هذه لحظة مميزة صراحة. هذا الدنجن أو هذا الريد الآن لي فيه تقريبا 3 ساعات، نعم 3 ساعات. هذا أول ريد من ريدات تحديث جديد اسمه مولتن كور، لازم تصير ليفل 15، عفوا ليفل 615 الايتم ليفل حقك. انا الايتم ليفل حقي 615. طبعا انا العب بي في بي، لاعب ضد لاعب، فما اهتم بالايتم ليفل تبع البي في اي دناجن والاشياء دي، لكن قلت بدخله بس عشان حاجه واحده، لانه هذا الريد اذا دخلته وصلت لهالمرحله بعد 3 ساعات من اللعب وتتذبح الناس دول كلهم، انت والاربعين لاعب اللي معاك زي ما شايفين هذه الخريطه، وصلنا كلهم زعم وزعم، وصلنا الحين في النص بعد 3 ساعات. فالحين نبدا نجلده زي ما شايفين. اذا مات يطيح لك منه الماونت ابو راسين، واحد كذا ماونت ناري وله راسين اسمه كور هاوند، ويطيح مضمون، يعني يقول لك 100% يطيح لك منه هذا الماونت. اصلا انا عشان دخلت الريد قعدت في الكيو ساعة كاملة لين دخلني الريد اللي هو الدنجن هذا اللي احنا فيه، الريد الكبير يسموه دنجن. والان لي 3 ساعات، يعني من الساعة 9 الصباح. الحين الساعة كم؟ الساعة زي ما شايفين الساعة 1 PM. فرعب رعب بمعنى الكلمة. الحين بنذبحه الملعون ذا، استغفر الله يقهرني صراحة. فمن اول يعني نبغى نوصل، انا تعبت صراحه تعب غير طبيعي واخذت كذا بريك، تخيلوا يعني 3 ساعات متواصله من اللعب عشان توصل للزعيم ذا. وهذا اول ريد، يعني تخيل ما بالك بالريدات الثانيه اللي موجوده، يعني شوف كم في ريد ثاني. شوف هذه طبعا الريدات عشان تدخلها لازم ايتم ليفل 635، يعني ما في امل ادخلها، لان انا الجير حقي كله الملابس حقي كلها جير بي بي بي، ما احب الجير الزفت هذا حق البي في، ما انه فين حق دناجن، وانا ماني رايح دناجن صراحه. معاي برضه الاخ الحين ابو عمره على الخط، يعني واسي والله يا رجال يعني بنيس رعب. عاد ان شاء الله يطيح الماونت، ان شاء الله يطيح. انا ما ادري سالت اللي معانا في الحين داخل الجيم ذا، قالوا لا مضمون يطيح لك الماونت، يطيح لك خوذه ليفل 640 تبع بي في اي، طبعا مو بي في مو بي في بي. الخوذه حق انا طبعا الجير البي في بي لاعب ضد لاعب اللي زي اللي معي ذا كله الحين، لها 2 ايتم ليفل، ايتم ليفل البي في بي البي في اي ضد الوحوش، وايتم ليفل ضد الناس ضد اللعيب. فشوف الايتم ليفل هذا 626 هنا، طبعا الحين مظهر لي اللي هو اللي فوق بالاصفر هذا الايتم ليفل مستوى السلاح، هذا المستوى داخل الوحوش يعني داخل الدناجن والريدات، لكن لما ادخل ضد لعيبه يجي الايتم ليفل الحقيقي حقه اللي هو يعني مكتوب تحت بالاخضر 681 زي كذا، عالي جدا الايتم ليفل الحقيقي بالنسبه للعيبه. فهذا اذا طاح لي فعلا منه خوذه الايتم ليفل حقه 640 بيكون هذا اعلى ايتم ليفل بي في اي ضد الوحوش بالنسبة لي. ما مات طبعا، رايح في زعيم هناك جاء ليفل 900 ألف دمه، المفروض يموت بسرعة. تان جاذر ادز انك تقعد من 10 الصبح لين الحين ولا يطيح لك موت مصيبة. والله من جد انا هذا اللي مغبون، انا عشان كذا قلت اصور اللحظة دي لان هذا لحظة تاريخية، ما عاد راح اعيدها، ما عاد راح ادخل الدنجن ذا مرة ثانية نهائيا، خلاص ما ابغى، ابغى بس المانت واطلع. والمانت صراحة يستاهل، شكله جامد مرة، احسن من ذاك الخايس اللي تنتظر له. ايه لا وكل الناس معاهم يعني وجديد وذا، لا ويقول لك وشو الاهم من هذا كله اعزائي المشاهدين، الماونت هذا الكور هاوند ما راح يكون متوفر نهاية 2014، يعني على السنة الجديدة ما راح يمديك تاخذ، يعني بيصير الماونت نادر
حتى لو تدخل هنا وذبحت تذبح الزعيم اللي قاعد اذبح الحين مليون مرة ما راح يطيح، بيطيح لك جير وكل شيء لكن الماونت ما راح يطيح، ماونت بيوقف ما عاد راح يطيح نهاية 2014. احنا الحين كم التاريخ بعمر؟ ديسمبر، دخلنا ديسمبر اللي هو اخر شهر. ايه ديسمبر ما طاح الماونت. اما ما طاح طاح الهد بس. أكيد قاعد في ناس يسبسبون فرحانين والله ما يسبسبون هذي. لحظة وين الموت؟ أبغى الموت، أنا أبغى الموت. تأكد ما طاح الموت. وش فيه اشيفنت؟ يكون اشيفنت دفيت راجناروس لو ما يطيح لك منها يعني لازم اشيفنت. اشيفنت ايه يقول ادري الله جاني الاشيفنت. طيب وبعدين يقول تلقاه في الميل الماونت. ابغى الماونت افتح صفحة الماونت يا ليل وين الماونت الزفت. حرف السي هو كور تبن كور هاوند يس اشيفمنت كاتيجوري. طيب يقول لك تجيبها بالاشيفمنت بولدي يو ساوت ذا باور اوف راجنورز فيتس اوف سترينث. يقول لك لازم تجيبها بالاشيفمنت. طيب جبنا دين امنا اشيفمنت. هذا هو عزيزي مشاهدين الماونت، هذا شكله يعني انتم تشوفوه هذا هو، بس الحين ما حصلت عليه لسه. يقول لك بولدي يو ساوت ذا باور اوف راجنورز. طيب بعدين نطلع ليف انستنس جروب. هو الظاهر انك ما تاخذه كذا، تاخذه من مكان ثاني بس من وين الله العين. دور طيب ظاهر يجي على الايميل. واو ديف تيم جتني رساله والله ما ادري شو وضع امها، لانه مثلا قلت لكم هو يعني سبيشال دروب. ايش ذا يا لبيه يا لبيه صح لك ايه في الايميل جاء. هذا هو عزام شاهدين يجيك رسالة على الايميل. طبعا ليش؟ لانه قلت لكم هو بيطيح بس لين نهاية 2014، بعد 2014 ما عاد يجي، عشان كذا مخلينه انه يجي على الايميل. كيف مي ذا مامي طين تعب 3 ساعات عزام شاهدين، تعب 3 ساعات. يا حبيبي يا حبيبي اخس يا حبيبي قلبي وينك انت؟ لا وعندي حاجة بعد، عندي لعبة. شوف اللعبة بتكبرني الحين شلون بشي شكل. طب اركب الموت شوف بيطلع شكل جامد. الكبير كبير يا اعزائي المشاهدين، الكبير كبير. الله شكل الله العظيم شكل جامد. شوف كيف الشكل انا بلاش حبيبي، تعب 3 ساعات تعب 3 ساعات. الحين انا ما اتغديت ساعة واحدة وسبع دقايق ومخي مضروب بس جبت الموت. الله يستاهل. كيف شكله حلو؟ والله جامد. لازم تدخل الدنجن بعمره، لازم والله لازم، حتى لو تطور. عندي تمثل يا رجل. مو ب 615؟ لا الحين صار طبعا ايش 609. طبعا طاح لهذا الهد زي ما انتم شايفين اللي هو 640 الايتم ليفل حقه. انا 609. شوفوا الهد كيف شكله، شوف الهد بالله بعمر. وينك شوف الهد. تاج وينك انت؟ شوفه ما هذا هد الحين. ايه تاج حركات. يعني اللي قبله زين.
اي ما يفرق طبعا، انا عشان بي في بي ما ينفع لي ذا ابد، اخذ الوار فوركد وانا التمات بس خلنا هايط على ام امه. سمعت انا كذا طالع عيونك. يا رجال يسوى، والله يسوى، والله شكلها جامد. لا ما يسوى. شوف الهياط، شوف الشغل، شفت ماني توكس برو، ماني توكس، شوف الشغل. ما ادري شلون اسوي زوم اوت يا اخي، اشوف بعض اللعيبه يسوون زوم اوت. شوف الهياط، خلنا العالم تشوف التعب. والله يا رجال شكله جامد، بس ودي اسوي زومات لانه مره كبير ومغطي على الشاشه، ما له صوت بعد. والله شيء جامد صراحه. الله هنيك. والله بعمره سهل، بس ادخل الدنجن، ادخل الريد، ما تدري يمكن يدخلك من النص، ما يدخلك من البدايه زي. أنا بحاول. زي ما انت شايفين زي مجهدين هذا الماونت، العلة البلشة ذا جبناه اخيرا. فهذا اللي كنت بوريك اياه في الحلقة دي، كل اللي عليك تسويه عشان تاخذ الماونت ذا قبل نهاية 2015 تلحق تدخل الريد. طبعا الحين شالوه من عندي، ما بدينا ندخله مرة ثانية تصدق، هي مرة واحدة فتدخل مالت الكور. ايه الظاهر انه الريد هذا يجي كذا بس فترة معينة، فالزبدة الحق على ريد الماونتن كور. كل اللي يبغالك ما يتم لبس 615 وتدخل وتجيب الماونت ذا، ما يتفوت، شكله جامد مرة. طبعا هو كبير مرة لان انا حاط البوف هذا، مو بوف، هذه لعبة اسمها وورد شرينكر، تاخذها من المتجر، اشتريتها ب 3000 او ما ادري، هي تطيح من مكان بس ما ادري وين تطيح صراحة اللعبة دي. فهمديك ايش يعني، الزبدة انك تجيب الماونت ذا، مو مهم انه تشير كبير زي كذا تهايد، انا حبيت هايط على الناس يعني. هذا اللي كنت بقول لكم اياه، وهذا كنت بوريكم. تحياتي لكم جميعا، كان معكم اخوكم ركان، خلاتكم جيمز انت، مع السلامه.